أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر
والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم
أولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم الفاتحة.